انا حفرت دي. قالها الأسطورة كابتن محمود الخطيب، وتتوارثها الأجيال. الأهلي أبدا لا ينسى أبنائه، وهو بالفعل عنوان حقيقي للوفاء. في هذا الملعب، ملعب التتش، توفي المرحوم اللاعب السابق للنادي الأهلي محمد عبد الوهاب. واحد ممن أعطوا وأخلصوا للنادي الأهلي حتى فاضت روحه على هذا الملعب. لاعب رغم صغر سنه لأنه قدم الكثير للنادي الأهلي حبا ووفاء. لنتذكر معكم فيلم عن اللاعب محمد عبد الوهاب. كثيرون من أعطوا وأخلصوا للنادي الأهلي، لكن التاريخ لم ولن ينسى هذا الشاب الذي عشق الأهلي وضحى من أجله حتى فاضت روحه إلى بارئها هنا في ملعب التتش الذي يشهد على إخلاصه وعشقه للقلعة الحمراء. وعدت النادي الأهلي إن أنا أبقى موجود، والوعد وما أقدرش أنا أخلف وعدي مع النادي الأهلي لأن دي مسألة مستحيلة. كلام جميل. إن أنا أوعد النادي الأهلي بحاجة وأخلفها، لأن النادي الأهلي ما وعدنيش بحاجة وأخلفها. محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه سوف يظل في قلوب كل الأهلوية بعدما ضرب المثل في كل شيء يؤكد على حبه للأهلي. لذلك سيظل المرحوم محمد عبد الوهاب في قلب كل الأهلوية. واليوم ونحن نحتفل بتاريخ الأهلي الإفريقي، لم ننسى واحدا ممن أسهموا في نصرة النادي ووفاء من الأهلي والتزاما بما قاله الأسطورة محمود الخطيب بأن الأهلي لن ينسى أبنائه. تأتي لحظة الوفاء، تأتي لحظة التكريم. الكابتن محمود الخطيب رمز الأهلي ورئيسه يكرم اليوم والدة المرحوم محمد عبد الوهاب. عبد الوهاب في القلب، عبد الوهاب رحمة الله عليه. رحمة الله عليك عبد الوهاب حبيب كل الأهلاوية. فلتتفضل والدة المرحوم محمد عبد الوهاب لتكريمها من قبل الرئيس والكابتن محمود الخطيب.